مع إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 204 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته والمعتمدة في مدينة مابوتو بتاريخ 11 من يوليو عام 2003، تبرز الجهود المصرية الدؤوبة لمكافحة الفساد تزامنا مع القرار الجمهوري، حيث يؤكد الرئيس السيسي دائما أن الفساد أحد المعوقات الرئيسية في التقدم والتنمية المستدامة والتطلعات المشروعة لقارتنا الإفريقية. كما يطالب الرئيس السيسي تكاتف جهود الجميع لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن مصر قطعت شوطا كبيرا في مجال مكافحة الفساد بمختلف صوره في إطار رؤية مصر وتجربتها في هذا الشأن وكيفية إيجاد وبلورة آليات لمواجهته على مستوى أفريقيا لتكون بمثابة هيكل وإطار عام لمكافحة الفساد وتنمية الكوادر البشرية. يقدر الإشارة إلى أنه تم سن وتفعيل التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد باعتباره أبرز العقبات أمام التنمية، فلم تنعزل جهود مصر عن الجهود الدولية لمكافحة الفساد، بل اتخذت الدولة إجراءات الإصلاح لمكافحة صوره المالية والإدارية بحرص قيادة الرئيس السيسي على دعم جهود القارة الأفريقية لمكافحة الفساد والتعاون في مجالات الديمقراطية والحكم الرشيد وحوكمة الإدارة الاقتصادية وحوكمة الشركات والتنمية الاجتماعية، وصدقت على تلك الاتفاقية في يناير عام 2017. يذكر أنه في ديسمبر الماضي قدمت مصر تقريرها الطوعي للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، وهي آلية طوعية لمراجعة وتقييم أداء الدول التي انضمت إليها، حيث قامت هيئة الرقابة الإدارية باستقبال وفد المراجعة للآلية وتم إطلاعها على مجهودات الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للهيئة ومنظومة مكافحة الفساد في مصر، والتي تتوافق مع متطلبات الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء. وما زالت مصر تواصل جهودها لدعم مكافحة الفساد على المستوى القاري من خلال قيام الأكاديمية بعقد دورات تدريبية لمتدربين من الكوادر الأفريقية المتخصصة، وذلك في مجالات الحوكمة ومنع ومكافحة الفساد وأساليب التحريات وجمع المعلومات والرقابة الداخلية. قلقانين جدا على موضوع سد النهضة. صحيح، وانا معاكم، الكلام ده بقوله لكل المصريين، من حقكم ان انتوا تقلقوا على موضوع المية، لان موضوع المية بالنسبة لنا حياتنا. يعني كنا دايما حريصين على ان احنا زي ما احنا عايزين نعيش، ان نقول كمان للاخرين في اشقائنا في اثيوبيا وفي السودان وفي اي حتة في الدنيا ان هم يعيشوا زينا. وعشان كده قلنا وكنا بنتكلم بمنتهى الإخلاص إن إحنا بنقول لهم إن أنتم حقكم إن أنتم يعني تولدوا الكهرباء زي ما أنتم أعلنتم إن الهدف من بناء هذا السد لهذا الهدف، وإحنا معاكم فيه وبإخلاص زي ما قلت كده، ونتمنى لكم التوفيق ونساعد كمان فيه بكل حب وبكل نوايا طيبة. كل ما تقلق اشتغل أكتر عشان تبقى جامد، عشان تبقى قوي، عشان تبقى قادر. كل ما تشتغل اكتر حقك محدش هياخده منك. احنا بنتفاوض ودي معركة هتطول، ومش هنمضي على حاجة مش حقق لنا المصلحة. المصلحة اللي هي بتقول ان احنا كلنا نبقى مستفيدين، وضرر اللي موجود يبقى ضرر مقبول علينا كلنا. مية المية مش في مصر بس، في الدنيا كلها. نحن لا نريد شيئا من ثروة الشعب الليبي، ثروة الشعب الليبي للشعب الليبي. وليس لدي أطماع شخصية، وهنا خليني أتوقف عند النقطة دي وأقول إن إحنا في مصر إحنا استقبلنا، وأنا كنت وزير للدفاع في الوقت دوت في 2012 و13، طلبة في الكلية الحربية في مصر، طلبة ليبيين عشان يبقوا ضباط في الكلية الحربية في مصر. وأؤكد لكم ان احنا مستعدين زي ما انا قلت كده في الخطاب اللي انا كلمت فيه قبل كده، ان احنا مستعدين نستقبل ابنائكم الليبيين، نجهزهم وندربهم ليكونوا
امتداد او نواه لجيش وطني ليبي. اننا اخوة للشعب الليبي، سنعمل دائما بكل طريقة وبكل وسائل وبكل وسيلة على ان نتضامن وعلى ان نتكاتف وعلى ان نساعد بعضنا البعض من اجل التنمية ومن اجل التطور. واذا كان الاشقاء في مجلس النواب الليبي السلطة التشريعية الوحيدة التي انتخبها الشعب بكامل ارادته، قد طلبت من الجيش المصري اذا اقتضى الامر التدخل لحماية السيادة الليبية وتأمين مصالح الامن القومي، واذا كان الاشقاء في مجلس النواب الليبي السلطة الشرعية الوحيدة التي انتخبها الشعب بكامل ارادته قد طلبت من الجيش المصري اذا اقتضى الامر التدخل لحماية السيادة الليبية وتأمين مصالح الامن القومي لبلدينا، فان اشقائكم في مصر على استعداد لاتخاذ كافة الاجراءات تحقيقا للمصالح المشتركة في مجابهة هذه التهديدات. اننا معكم، ان الشعب المصري معكم، يساندكم ويسير معكم في معركتكم في السراء وفي الضراء، واذا قاتلتم فان الشعب المصري سوف يقاتل معكم. كونوا مستعدين لتنفيذ اي مهمة هنا في داخل حدودنا او اذا تطلب الامر خارج حدودنا. اهلا بحضراتكم معانا مره تانية في مساء الخير. وزي ما قلت لحضراتكم في المقدمه النهارده انه الفساد هو السرطان اللي بينخر في رجل مصر ويعيقها عن التقدم للامام. اذا كانت في رجل بتعبر عن البناء والمشاريع والانجاز، فالفساد هو اللي بينخر في رجل مصر لتعويقها عن التقدم. هل في اسباب تؤدي للفساد؟ هل في مبررات؟ هل في اشياء نقدر نقول مالوش عذر بس يعني هيعمل ايه؟ الله غالب زي ما بيقولوا في الخليج. احنا النهاردة الحقيقة بيسعدني جدا وبيشرفني انه يكون معايا دكتور غادة موسى. ودكتور غادة الحقيقة يعني شغلت مناصب على مدى فترات في لجان للإصلاح الإداري، وهي اصلا استاذ وخبير في نظم الحوكمه ومكافحه الفساد واستاذ الاقتصاد والعلوم السياسيه بجامعه القاهره. اهلا بك يا دكتور، منورانا. اهلا بحضرتك دكتور غاده. يعني بدايه، نفسيه الشخص اللي بيتلقى رشوه او بيمرر حياته عن طريق الفساد والتحايل والفهلوه و يعني نقدر نحللها ازاي او نقول انه في اشياء ادت الى هذا؟ ايه راي حضرتك؟ والله يعني انا يعني لا اعتقد ان انا طبعا الفساد يعني جريمه. اي يعني كلنا نتفق على هذا الامر. اي قد تكون جريمه تصل الى ان تكون جريمه جنائيه، ولكنها جريمه اخلاقيه وجريمه في حق المجتمع. صحيح. بشكل رئيسي. وكمان جريمه في حق البشر نفسهم. يعني انا لما يكون عندي ممارسات يعني غير اخلاقيه او ممارسات تؤدي الى ضياع فرص او تؤدي الى الانتقاص من الموارد اللي هي اصلا بتكون نادره، فده بينتقص من فرص حد اخر وبالتالي بينتقص من موارد حد اخر، فبيحدث شكل من اشكال عدم العداله في المجتمع. صحيح. والحنق والاحباط، وبيثبط الهمم والعزيمه، وتقليب الراي العام بقى بالزبط. على النظام، وكان النظام متعامل. عارف حضرتك قصه الجاسوس الروسي؟ لا. اللي هو الراجل اللي قالوا له انت بتتجسس، فانت سوري، هو راح قال انا جاسوس، راجل لواء في الجيش الروسي ايام روسيا المتحده، فقالوا له جاسوس انت بتستعبط، انت عمرك ما خرجت بره البلد اصلا. قال لهم انا بقالي 30 سنه ما بعملش غير حاجه واحده بس، وفي مقابلها تاتيني اموال في حسابي في البنك ان انا بعين اسوأ المتقدمين لكل وظيفه. ده الرجل الغير المناسب في الوظيفه المناسبه. بالظبط كده. فده فعلا كلام حضرتك مظبوط، ده ضياع فرص وعدم تكافؤ.
وفي نفس الوقت حضرتك بيعمل خلل في المجتمع نفسه, نفسية اللي حضرتك كلمت عن النفسية تمام, فبيخلي الناس يعني نفسيتها أو يعني شعورها بالتعاون مع بعضها البعض حقيقي ضعيف, يمكن يكاد يكون غير موجود, لأن كل واحد بيحب يقتنص الفرصة اللي هو حرم منها, ومن ثم يستطيع حتى يقتنص تلك الفرصة ممكن أنه يؤتي بالعديد من الأعمال والخطوات اللي تحقق له أنه ياخد تلك الفرصة. ومن ضمنها قد تكون ممارسات فساد زي وساطة رشوة وهكذا. فطبعا عجبني قوي المدخل الإنساني اللي حضرتك, يعني الواحد بيتوقع انه استاذ اقتصاد وعلوم سياسيه وخبير مكافحه فساد ونظم حوكمه, حاجات كلها ماتيرياليستيك ممسوكه, لكن الفينومينا او فلسفه الامر دي بيصل اليها الكبار, انه ايه اللي بيخلي الواحد يعمل كده, ايه اللي يخليه يروح يتكلم في ودن مديره على زميله ويقول له اصل فلان بيقول, عشان يبقى المدير صاحبه ويمنع عن التاني ده حاجة ويشوه صورته, ولو في بقى زي ما حياتك بتقولي مكافأة او ميزة طبعا تبقى من حقه. دي نقط في رأيي شديدة الأهمية, الحق, فكرة الحق, لان احنا عندنا كل واحد عنده يعني يعتقد انه هو اكيد يعني كلنا عندنا يعني لدينا حقوق في ان احنا يكون عندنا موارد نستطيع ان احنا نحصل على الخدمات, نقدر ان احنا بالكفاءة والجدارة نصل الى المناصب او نصل الى المراكز اللي احنا نريدها, ولكن ده لابد ان يتوافر للجميع وعلى قدم المساواة وليس من خلال التمييز. فالموضوع الفساد هو ظاهرة مجتمعية, فبالتالي هي موجودة مع كل المجتمعات الانسانية وستظل. حتى حضرتك لو داخلين على عصر الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي هتلاقي فيه فساد برضو, لكن النسبة بقى يا دكتور والله حضرتك يعني النسبة اللي بتترجم قدرة النظام على تحجيم هذا الفساد لأقصى درجة من التحجيم. طبعا أكيد, لأن في دول حضرتك إحنا ما بندرس المؤشرات وبندرس التقارير الدولية تمام, بندرس الدول دي عملت إيه, ودايما هي في صدارة الربع الأول, الربع الأول من عدد الدول. هتلاقي حضرتك دول ثابتة في ان المؤشر بتاعها مرتفع جدا في مكافحة الفساد. زي ايه كده؟ زي اي دولة ولا زي بتعمل ايه؟ لا زي اي دولة. دولة؟ لا زي بتعمل ايه, ده هو ده اللي هناخده بالتفصيل. دولة مثلا احنا عندنا زي مثلا احب اجيب دايما في كوريا الجنوبية. سنغافورة. تمام, بس كوريا الجنوبيه دي وماليزيا. بسبب الحكم العسكري اللي هو بتاع يعني اللي كان بيقولوا ايام في روسيا كان لينين لما بيقفش في الطابور بيعدمه. لا ده كوريا الشماليه. كوريا الجنوبيه يعني كوريا الجنوبيه عندها من عملت كتير من الاجراءات اللي استهدفت البشر. ما هو كل منطقه ليها مدرسة فكرية معينة في مكافحة الفساد. فالمدرسة الآسيوية بتستهدف دايما موضوع التنمية البشرية, تركز على البشر. حلو قوي. تمام, بتركز على ان هي التدريب والتوعية, تمام, تثقيف, ان هي تحطه في السيستم, تشربه السيستم وتشربه المنظومة. فالتلاتة دول دايما انا بضرب بيهم المثل سنغافورة, لان كان حقيقي ظروفها في الخمسينيات يعني أسوأ من كده ما فيش يعني. صحيح. وثم جاء لي كوان يو وقال أنا سأجعل من هذه الدولة دولة نقية زيرو كوربشن, ما فيش فساد. تمام, ففعلا يعني إجراءات صارمة. وكمان حولها كمان من ناحية الحضارية طبعا. تمام, العمرانية كانت دولة فيها الاهتمام بخدمات البحار وسلمز وكلام ده. كوريا الجنوبية نفس الوضع على نفس الخط يعني. إحنا أنا فاكرة أن أنا اتدربت في كوريا الجنوبية والمدرب ورانا صورة, أنا تصورت إن دي صورة نهر النيل. قلت ده نهر النيل والفنادق وكده, قال لي This is سيول. دي سيول, دي سيول يعني في العاصمة كوريا. وأنا قصدي أوريكوا الصورة دي عشان تحسوا إن دي مصر. مصر وكوريا الجنوبية كانوا زي بعض. ثم استطاعت كوريا الجنوبية ببعض الإجراءات, تمام, بعض السياسات, إن هي تتغلب على المشكلات الخاصة ب تمام الرشوة والمحسوبية. إيه الدولة الثالثة يا دكتور؟ ماليزيا. ماليزيا. تمام, ماليزيا وهاتير محمد. تمام, عملية برضو التنمية البشرية والتعليم. فالثلاث دول دول بحب أضرب بيهم المثل لأن هم مش دول العالم اللي هو الأول أو المتقدم قوي. ثم بحب أضرب لاتن أمريكا. أمريكا اللاتينية. عندي شيلي هايلة, يعني شيلي دولة هايلة. لو هاخد في أفريقيا رواندا,
رواندا اللي هي 1993 كان فيها جثث على في الميه تمام نتيجه حروب الهوتو والتوتسي والكلام ده كله. فدي دول انا باخدها كنماذج، مش هقول لحضرتك ايسلندا ومش هقول لحضرتك الدنمارك. اسمحي لي، هل دوله زي رواندا مثلا هي دوله متقدمه اقتصاديا مثلا وقامت امه فظيعه يشار اليها في افريقيا؟ نعم، لان انا بحسبها حضرتك بالتحول، التحول الاقتصادي، التحول المجتمعي تمام. المجتمع نفسه مر بظروف نفسيه، بما ان حضرتك ابتديت بالنفسي، نفسيه صعبه في عمليات حضرتك المصالحات والحقيقه والكلام ده، ولكن كان في اراده جامده جدا ان هم يكافحوا الفساد ويطوروا من الخدمات ويعملوا تنميه. وطالما في تنميه اقتصاديه واجتماعيه تمام، تحقق التساوي او الخدمات بتصل للجميع، ده بيقلل فرص او ظروف طبعًا نشوء ظواهر الفساد. صحيح. فده بالنسبه للدول اللي هي انا شايفه ان احنا ممكن دروس مستفاده تمام. بعضها في اسيا، بعضها في امريكا اللاتينيه، وبعضها في افريقيا، ثم طبعا الدول الاخرى اللي احنا على علم بها اللي هي في المجتمع الاول زي ما بنقوله، او الدول المتقدمه قوي في اوروبا وكندا طبعا بالتاكيد يعني. طيب هل يعني برضو الفكرة اللي حضرتك بتتحدثي عنها، الإنسان الإنسان الإنسان، برضو فكرة التنمية البشرية، أي مواطن بسيط يجي في باله رشوة تقبض عليه ترمى في السجن وكأن الموضوع اتحل، لكن فكرة التنمية البشرية وتغيير عقل الإنسان، هل المصارحات دي يعني هم طلعوا في التلفزيونات وقالوا إحنا من الدول الكبيرة في الرشوة أو في الفساد فتعالوا نعمل كذا، ايه المصارحات دي حصل فيها ايه، وايه الخطوات التنمية البشرية اللي تقدر مصر تستفيد بيها؟ هما طبعا يعني ما فيش دولة النموذج هو ليكو نيو سنغافورة الحقيقة، لان فعلا هما اعلنوا، وكوريا الجنوبية بدرجة اقل اعلنوا ان احنا دول تحتاج الى وقفة تمام، والا هنضيع، لان طبعا حضرتك الفساد اللي هو بيصل الى بيسموها سرقة الدولة او كليبتوكراسي تمام، ده تعبير يوناني قديم ان الدولة تسرق نفسها، زي ما حصل في بعض الدول الافريقية تمام، ان الدولة مشخصنة في الحاكم بيعتبر خزنة الدولة دي خزنة بيتهم، ملكه شخص بالضبط. فطبعا ده اعلى صور ودرجات الفساد اللي هو بينهي على الدولة تمام. فلكن انا احب اتكلم على التنمية البشرية، وليه التنمية البشرية، وليه انا مش لابد ان انا مش لازم ان انا انتظر ان هو ياخد رشوة تمام، يعني ان انا ياخد رشوه دي الفيناله فيلم خلاص انتهى واخد الرشوه. انا عايزه ادرس هو ازاي استطاع ان يصل الى ان هو ياخد رشوه، ده نوع من الوقايه كده يعني، إن هو ده الفكره حضرتك يعني. شكرا جزيلا تمام. ان عندنا في الفساد شقين تمام، عندنا الوقايه والمكافحه. وعاده في الادبيات وفي الخطاب لما بنتكلم عن المكافحه بنقول مكافحه بعديه، يعني خلاص انا يعني ثبت لدي فعلا مخالفه. صحيح. مخالفه قانونيه، انا ابتدي اكافح بقى تمام، احقق معاه، وبعدين لو ثبت فعلا ان هو تقاضى تلك الرشوه يا بيتحول بقى نيابه اداريه، بيتحول نيابه عامه وهكذا. لكن انا يهمني، وده اللي الدول اللي انا ذكرتها عملته، ان هي قفلت الحنفيه والوقاية. المحزن كمان انها مكافحه بعديه حتى في تشكيل وجدان وعقل هذا المرتشي، يعني خلص خلاص، صعب قوي ترجعيه تاني. لا صعب ارجع الفلوس، هو مش هيرجع تمام. لكن هو يعني طبعا مع الردع بيبقى حضرتك مش هدفه الشخص في ذاته، لكن هدفه المجتمع. صح. تمام، لانه بيعمل طردية للمجتمع ان في عدالة ومساواة وفي احترام للقانون، ويمكن اتنين تلاتة تانيين لا يقدموا على هذا الفعل تاني طالما يعني زي ما بنقول ايه، من بيسموه ايه، من اساء الادب او ما يعني من امن العقاب اساء الادب. أي. فلازم لا نؤمن لا يؤمن العقاب. نعمل ايه في التنمية البشرية النهاردة؟ هل نبتدي من الاطفال، ولا نبتدي من اللي داخل على الوظيفة؟ وزي ما حضرتك قلتي وأنا أحترم كلامك جدا، لأنه الشباب لما بتقعدي معاهم تلاقيهم فعلا نفسيا ناقمين على ده طبعا. ناقمين على أنه لو اشتغل في شغلانة هيلاقي المدير اللي أكبر منه يقوله أنت يا ابن امبارح أنت اللي هتعلمني مش عارف إيه، كلمه عن التكنولوجي، كلمه عن بص حضرتك يعني أكيد لازم من الأطفال. أنا أتذكر إن في قبل 2010
تمام. أنا 2012؟ لا قبل كمان 2012. أيوة. في 2009 أعتقد. أيوة. كان بيزورنا في مصر يعني رئيس اللي هو رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة. تمام. وزار إحدى الوزارات وأنا كنت مسؤولة عن ملف ما. تمام. تحضير لليوم العالمي لمكافحة الفساد. كويس. وفكرت في حاجة اللي حضرتك قلت عليها. فكرت أن الفساد ومكافحته لابد أن تبدأ من الأطفال. تمام. من النشأ الصغير. فالحقيقة رحت كتبت خطاب لوزير التعليم أنه يرشح لنا مدرسة نموذجية نقدر أن احنا ناخد الأطفال فيها. ابتدي بيها. نعمل لهم يجوا يعملوا أي عرض. تمام. يعبروا بيه عن رفضهم لممارسة فساد. يعني وفعلا يعني ايه المدرسة اللي ممكن تفهم الطفل يفهم ده؟ هو ده اللي احنا عملناه. احنا رحنا فعلا وجابولنا المدرسة بدون ذكر اسمها. مدرسة جيدة جدا. ورحنا قعدنا مع مديرة المدرسة وكانت ست هي يعني متفتحة ومتفهمة الوضع. وقعدنا مع بعض المدرسين وفهمناهم وديناهم بروشور يعني ايه فساد ومكافحة وكده. وفعلا عملوا مسرحية وصامتة. يا سلام. مسرحية صامتة. اطفال جم. تكلم عن ايه بقى؟ الغش. عن الغش. الغش المدرسي. وكانوا نعم. اطفال يعني ابتدائي. كانوا اطفال. اه نعم. والراجل يعني اعجب بيهم جدا واداهم شهادات. يعني رئيس مكتب الامم المتحده مخدرات وجريمة. وكانوا اكتر من رائعين. اي بس يعني انتوا قدمتوا ده في اطار الاحتفال بالراجل العالمي لمكافحه الفساد ولا في اطار ان كل المدارس عندنا كده وكل الاطفال في السن ده فاهمين المبادئ دي ولا ايه بالظبط؟ لا حضرتك احنا كنا عايزين نوصل رساله. تمام. ان ازاي ان انا ممكن من خلال النشأ الصغير ان انا ازاي اوعيهم بمظاهر مكافحه الفساد. هو في إدراكه أن أول الصور اللي هو بيواجهها في أي. المدرسة بتاعته أي. أن حد يغش. صح. أن حد ياخد حاجة مش من حقه. فهو عملها بشكل تمام أن هو بيكافح هذا الغش. أن اللي غش يعني خد فرصة غيره. أي. وفي نفس الوقت أن الفصل وقف ضده وبالتالي رجع حق الناس وهكذا. فده طبعا شكل من أشكال التوعية غير المباشرة للأطفال. احنا بقى لو كنا احنا كإعلام أخذنا العرض ده وعرفنا عنه وعرضناه في التلفزيون وعملنا ندوات لتحليله واستضفنا المدرسين والأطفال دول. كان في تلفزيون حضرتك وكان في تلفزيون المصري وكان في ناس كتير وشافوا العرض وكل حاجة طبعا. بس ده في إطار احتفالية يومي. اليوم العالمي لطاف الأولاد يعني بيعملوا حاجة كويسة يعني. لكن هو كان نفضل نعمل اللي احنا بنعمله. لا طبعا أكيد احنا بس حضرتك هي الفكرة ان فعلا يعني عملية يعني تدريجية. فدي كانت حاجة غير تقليدية. احنا عايزين نخرج من الإطار التقليدي. صحيح. الموظف المرتشي. صحيح. تمام. احنا عايزين نشوف صور الفساد. صحيح. واللي هي قد لا تكون مادية. طب. تمام. ممكن تكون حضرتك زي ما قلت واحد وشاية توقيع سحب فرص. أيه. مثل هذه الأمساطة كل المحاباة whatever. بس هي الفكرة كمان اللي احنا عايزين نؤكد عليها ان مش ممكن اعتمد اعتماد كلي على نوايا الأفراد وتربيتهم وأخلاقهم. أيه. تمام. دي حاجة انا بغرزها في الناس من هو صغير. ولكن ماذا عن خلاص انا عندي واحد او واحدة موجودة في السيستم في المنظومة. تمام. فبالتالي مش هقعد اعمل لها توعية بس. يعني عارف حضرتك التعليم في الصغر كان نقش على الحجر. ايوه بالظبط. انا محتاجه بقى ايه امنها. انا بسميها التامين. امنها بحيث ان هي ما تفكرش او هو ما يفكرش ازاي بقى ان هو يروح اول حاجه طبعا خلال السيستم نفسه النظام. تمام. انا في اطار العمل على الوقايه من الفساد. تمام. لابد ان اضمن ان المنظومه تمام متقفله. يعني حضرتك ما فيش حاجه اسمها مثلا ان ما فيش متابعه. ومفيش رقابة. تمام. وان انا استناه لغاية لما يعني يعمل كل حضرتك مراكز القوى اللي حواليه او حواليها علشان تستطيع انها تؤمن نفسها. تمام. فموضوع المتابعة والرقابة ده مهم جدا. الحاجة التانية حضرتك المنظومة نفسها داخل الجهاز الاداري. تمام. لابد ان هي تكون يعني موصلة بعضها ببعضها. يعني بمعنى ان انا في بعض الادارات او بعض يعني المراكز داخل الجهاز الاداري بشكل تجريدي وعام لابد ان هي تكون قريبه جدا من صنع القرار. زي استقبال الشكاوى مثلا. زي استقبال الشكاوى بلس معاها
الأتمتة أو التكنولوجي. يعني أنا مش هستنى لسه في الصندوق الأسود الذي أيوة يقبع على سور مش عارفة إيه وكده. بيبص عليه. لا 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 الكلام ده خلاص يعني إحنا في الثورة الصناعية الرابعة. الوزراء بيتابع منظومة الشكاوى الحكومية صحيح. باستمرار الحقيقة. صحيح، ولكن أنا كمان محتاجة إن أنا طبعا يعني أشوف سيستم يعني أطوره أحدثه. وفي نفس الوقت طبعا اكيد بيبقى فيه تصنيف للشكاوى ولكن انا محتاجة استخلص من هذه الشكاوى تمام تحليل عشان اعرف فين الثغرة واسدها. فانا عندي تمام قرار طالع من السيد رئيس مجلس الوزراء سميه قرار 100 اللي هو باستحداث ادارات معينة داخل الجهاز الاداري للدولة، 5 ادارات تمام، بحيث ان الادارات دي هي يعني تساعد في الوقاية من الفساد. من تلك الإدارات اللي أنا هركز عليها الإدارة الخاصة بالمراجعة الداخلية تمام، والإدارة الخاصة بالرقمنة تمام. طبعا الرقمنة دي احنا بنسميها إدارة قطعية، خلاص ما عادش فيه ورق، خلاص ما بقاش فيه هزار تمام، والخدمة اللي بتتقدم عبر الإنترنت مش هتلاقي حد يقول لك افتح الدرج بالظبط، وفي نفس الوقت بتبقى سريعة وببقى الموضوع متشاف وأقدر أطلع ريبورتات كل يوم بإيه اللي حصل ومين اللي عمل ومين ما اشتغلش، حتى المحادثات مش شكوى أو كده بتتسجل بالظبط. فأنا محتاجة إن أنا يعني إيه أتفهم أو يبقى عندي الوعي والثقافة إن موضوع الرقمنة أو السيستم يبقى محدث ويبقى يعني تقني. طب والثانية بقى تمام، عملية أنا قلت الرقمنة ثم المراجعة الداخلية. المراجعة الداخلية تمام، بس المراجعة خايف الوقت ياخدنا بدون الحديث المراجعة تفصيلي. المراجعة الداخلية تمام، هو ده براجع على كل حاجة. أنا براجع على الأصول اللي عندي في المنظومة، أصول لأن دي حضرتك الأصول بتاعتي، عندي كم عربية، عندي كم ملف، عندي كم إيه اللي باظ، إيه اللي مهمل، إيه اللي بيتعمل له صيانة، إيه اللي اتاخد، إيه اللي ما اتاخدش. عارفة حضرتك إن أنا قلت من يومين لما صدر القرار بتاع تقليل حجم وزن الرغيف ل 90 جرام، انا قلت ان الرغيف وهو 90 جرام اكبر من ابو 110. ليه؟ لانه كان بيتسرق جزء كبير منه، ودلوقتي في رقابه عشان القرار الجديد بتاع ال 90، فبتاع ابو 90 جرام كان قد كده وابو 110 قد كده، يعني يخلي الواحد يتلخبط في اللي درسه زمان يعني. فانا حضرتك يعني موضوع ان انا كمان لازم ان انا اراجع كمان حضرتك انا بشتري ايه وما بشتريش ايه تمام، والبشتري بشتري شراء فعلا مستدام ترشيد. زي ما بيقولوا تمام، يعني بيحفظ لي الاقتصاد وبيحفظ لي الاصول الاجتماعيه وللاجيال اللي جايه، ولا انا قاعده بشتري وما بشتري خلاص تمام. مراجعه القرارات تمام، مراجعه حضرتك القوانين والتنظيمات احنا في مصر، وده يعني محتاجين ان احنا ننظر اليه نظره ادق، بنهتم قوي بالقوانين صح، لازم مفيش دوله ما فيهاش قوانين، ولكن احنا محتاجين نهتم اكتر بكيفية ترجمة تلك القوانين طبعا. تمام، علشان اقدر استخدمها داخل المنظومة. يعني احنا عندنا قانون التأمين اللي هو التأمينات لغاية النهاردة الموظفين مش فاهمينه ومش عارفينه، ومفيش لائحة داخلية ومش عارفين ينفذوه، وكانوا بينفذوا القانون اللي قبله بدون لائحة داخلية تنفيذية، لانه القوانين القديمة يعني زي ما زمايل المستشارين يقولوا تم هضمها يعني قعدت فترات طويلة فتهضمت وتعرضت للي بيسمى الرقابة اللاحقة بالظبط، فتهضمت فالناس خلاص يعني. طب هل بتشوفي حضرتك، معلش انا اسف انا مضطر ان فاضل دقائق قليلة، هل بتشوفي ان جهود جهاز زي الرقابة الإدارية في مصر يعني وصلنا المستوى كويس في المسألة ديت، ولا هو خاص بمسألة المكافحة البعدية ولم نفعل شيئا في تنمية البشر تجاه عدم الفساد؟ لا ليه، هم الرقابة الإدارية في حوالي 5 سنين الأخيرة لا اهتموا بالمكافحة القبلية بالتوعية وبالحوكمة تمام، بإجراءات الحوكمة تمام، وموجودة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. هي الكلمة دي ممكن يبقى لها يعني ترجمة بسيطة الحوكمة تمام. أقول لحضرتك بشكل بسيط، الأسلوب الذي يتم به صناعة وتنفيذ السياسات، عدالة هذا الأسلوب هي الحوكمة طبعا، عدالة بشروطها بقى هي تبقى شفافة ويبقى فيها مشاركة وتضمين وكل الكلام ده تمام. فهي الطريقة التي يتم بها وضع وتنفيذ السياسات والإجراءات تمام، أو بالبلدي إدارة الحكم ولكن مش مقصود بيه الحكم اللي هو الحكم الدولة ولو إن ده ممكن، لكن
حكم المنشأة النادي، القرارات الإزم. اللي بتتخذ لسياسة، كيفية كمان اتخاذ القرارات دي مهمة. تمام. فبالتالي حضرتك هم اهتموا جدا بالجانب القبلي ده، وكمان لان ده منصوص عليه في الاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اللي مصر يعني مفروض انها بتنفذ متنفذة. فعندي حاجة اسمها التدابير الوقائية، فالتدابير الوقائية في استراتيجية مكافحة الفساد موجودة. الأولى الجزء الأول أو المرحلة الأولى 14-18 والمرحلة الثانية 19-22 فموجودة. فبالتالي هم أدركوا وعلى وعي تام بأهمية التدابير الوقائية زي اللي كنا بنتكلم عنها دي، اللي هي ان السيستم ما يسمحش بالفساد، ان يبقى فيه مشتريات، تمام، اشراف دائم ومتابعة دائمة، كل الكلام ده كله. وهناك دورات تدريبية في الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد على هذا الموضوع، اللي هي تبع الرقابة الإدارية. كويس قوي. هل الـ 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 الأكاديمية دي طوعية التدريب ولا ده إجباري مثلا لأجهزة الدولة ولا شركات القطاع الخاص ولا إيه؟ كله إجباري. إجباري. ودي حاجة مهمة جدا. إن بياخدوا كل الأجهزة، أجهزة الدولة، تمام، تباعا بياخدوا تدريبات في مجال الاتفاقية الدولية، في مجال إجراءات وسياسات الحوكمة وهكذا، وجهد كبير الحقيقة يعني. طيب يعني احنا نطمن شوية، احنا ماشيين في اتجاه كويس، ماشيين في اتجاه كويس، وعايزين يعني نستمر ونكمل. تمام. والمواطن يشوف فعلا ان مفيش السيستم يتقفل. انا مش هنتظر ان حد يحسن اخلاقه، تمام، اتمنى ان كل الناس اخلاقها تبقى كويس، بس انا لازم، تمام، السيستم يقفل على اي حد اخلاقه كويسة اخلاقه سيئة. لان واستثمر في الناشئ، هو ده اللي بيحصل بره. احنا المصريين بنشوفهم في قمه الالتزام في الخارج اول ما يبقوا قاعدين مع بعض. بشكرك جدا يا دكتور غاده وبعتذر كنا محتاجين وقت اطول، لكن يعني يا ريت تمنحينا وعد بتكرار الزياره، لان الموضوع من الوجهه البسيطه الانسانيه دي اعتقد يلقى قبول اكبر كتير عند المشاهدين. نورتينا. شكرا جزيلا. توفيق. جزيل الشكر للاستاذ الدكتوره غاده موسى، خبير مكافحه الفساد وخبير اداره ونظم الحوكمة، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. بشكركم مشاهدينا على وجودكم معنا، وبكرة إن شاء الله حلقة جديدة. تصبحوا على خير.